مشاعري لا توصف بصفتي ولي أمر أحد الخريجين فيصل الله يحفظه. الحمد لله اليوم تخرج ولدي من قسم الدراسات الإسلامية، والحمد لله على البلاغ، الحمد لله أن بلغنا ذا اليوم، إن شاء الله عقبال الوظيفة، والله يا ربي يوفق الجميع إن شاء الله. حفل رائع ومنظم ما شاء الله تبارك الله، نسأل الله التوفيق لجميع أبنائنا. مشاعري لا توصف، فرحتي فرحة كبيرة، إن شاء الله يا ربي تعب مخلوف، يا ربي الله يعوض إن شاء الله ويرزقه، وإن شاء الله بالوظيفة الله يوفقه يا رب. الحمد لله رب العالمين أنه يجي اليوم اللي الواحد يحصد فيه التعب ماله ويشوف ولده يعني يتخرج من الجامعة، شعور أكيد ما يوصف. نحمد الله عز وجل على هذا اليوم المبارك اللي يتخرج فيه أحد أبنائنا وبناتنا، نسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق والهداية. أتمنى لهم التوفيق جميع الخريجين بالحياة العملية السعيدة. الله يوفقكم جميعا يا طلاب الجامعة، الله يسعدكم ويوفقكم إن شاء الله. الحمد لله الله بلغنا تخرجه، وإن شاء الله نشوفها بأعلى المناصب يا رب العالمين. والله اليوم المشاعر حلوة وما تنوصف بصراحة، يعني لو نتكلم عنها قد ما نتكلم ما نقدر نعبر عنها. شعور جميل لما يكون أحد من أهلك خريج، خصوصا إذا كان أخوك. نقدم أجمل التهاني والتبركات إلى جميع الخريجين هذا اليوم. شكرا لجامعة الملك فيصل وتحديدا عمادة شؤون الطلاب على إتاحة هذه الفرصة لنا وثقتها الكبيرة فينا أن حنا نقدر ننظم هذا الحدث. أحب أهنيهم بهالحفل وهالختام وهالفرحة وهالسعادة. أجمل شيء تخرج الولد اليوم، يعني فرحة لا توصف. أحلى مشاعر ولد أخوي متخرج هذه السنة وإن شاء الله عقبها للوظيفة. ما شاء الله تبارك الله، فرحة لا توصف، ولدي حبيبي ونور عيوني متخرج، الله يرزقني إن شاء الله بره وتوفيقه يا رب. وهذا التخرج نهديه كلنا للعائلة، وكلنا فخورين فيه إنه صار أول دكتور لنا بالعائلة.